حاج ابراهيم ايوه سامر مشان جايين لا سامر بعده معود شوي اذا تمشي ومشي جلسوا إذا بدكم شادي من الجنب خلي يطلعوا من الجنب طريق لهون إيه من أول سيارة يوم زفاف القوات الشعبية السورية اليوم شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا على أراضي عفرين الطاهرة اليوم نشيعهم من حلب كما وعدنا السفاح كما وعدناه للسفاح أردوغان بأنك سوف تشاهد الحاضنة الشعبية للقوات الشعبية السورية كونه وصفهم بفصيل إرهابي يقولون أنهم سوريون هذه الحاضنة الشعبية وهؤلاء سوريون ونعده بأننا سوف نكون على دربهم حتى الشهادة أو النصر لنطهر كل شبر من أرض سوريا الحبيبة نحن بنمثل كقوات شعبية سورية ورح ندافع عن أرضنا مهما كان الثمن يعني وهي الشهداء ارتقوا بعدوان التركي السلجوقي الغاشم العثماني وإن شهداء يعني بيدافعوا عن أرضهم وعن تراب أرضهم إن كان بعفرين ولا بغير عفرين لأنه كلها بتضل تراب أراضي سورية ونحن كشعب سوري من واجبنا أن ندافع عن أرضنا وعن تراب أرضنا كمواطنين سوريين